الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ربنا سبحانه وتعالى يختص بعض الأماكن وبعض الأيام وبعض الشهور بعضها على بعض، كما اختص ربنا سبحانه وتعالى مكة المكرمة والمسجد الحرام الصلاة فيها تعدل 100,000 صلاة، والجمعة عن سائر أيام الأسبوع، ورمضان عن باقي الشهور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك. ومن بركة رمضان أنه تغلق أبواب النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ومن بركة رمضان شهر القرآن. يقول الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يرتبط القرآن دائما مع شهر رمضان المبارك. نعم، كيف لا، وجبريل الأمين ينزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدارسه ويعاهد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان القرآن الكريم. ومن بركة رمضان الجود، الإنفاق، الصدقة. نعم، الجود والإنفاق والصدقة والزكوات. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. ومن بركة رمضان السحور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. بركة على الإنسان في نهار رمضان يقويه على الطاعة والعبادة، وبركة في تأخير السحور إلى الثلث الأخير من الليل، وقت نزول رب العالمين نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ومن بركة رمضان الإفطار، إفطار الصائمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. ونحن في رمضان فرصة للحصول على الصائمين، وخصوصا أن عموم المسلمين يصومون رمضان. فلذلك إذا كنت في البيت وقد طبخت الطعام، زد عليه من الأكل وأرسله إلى الجيران وللأهل والأحباب قبل صلاة المغرب بنية إفطار الصائم، لأن إفطار الصائم لعموم المسلمين وليس مشترط للفقراء فقط، وإنما يجوز للفقراء والأغنياء. ومن بركة رمضان أن فيها ليلة خير من 1,000 شهر. قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر. سأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر الشريفة، ويجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ومن بركة رمضان أنه يجتمع الناس لصلاة القيام وصلاة التراويح. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن بركة رمضان أنه من يموت وهو صائم يدل على حسن الخاتمة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. ومن بركة رمضان كما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة في رمضان تعدل حجة، أو تعدل حجة معي. متفق عليه. اللهم إنا نسألك زيارة بيتك الحرام. ومن بركة رمضان أن الدعاء وأنت صائم مستجاب.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاث دعوات لا ترد، وذكر منها دعوة الصائم. ومن بركة شهر رمضان أنه يعتق الله سبحانه وتعالى في كل ليلة عتقاء من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وبناتنا وأبنائنا والمشاهدين والمشاهدات من النار. والحمد لله رب العالمين.